أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله موعدنا اليوم في فيزياء 3 مع درس جديد خاص بموضوع الانكسار والعدسات، وده بيعتبر الدرس السادس. في الفصل السادس بيعتبر الدرس السابع عشر في الفيديوهات اللي بنسلها أو بنسلها إن شاء الله على الكلاس. أهداف الدرس أو أهمية الدرس النهارده، إحنا بناخد قوانين العدسات. لو تتذكروا مع بعض كده، انا لما جيت اتكلم في المرايا والقانون العام، ساعتها قلت لو رجعت الفيديو لما جيت قلت بنسميه القانون العام للمرايا والعدسات. اذا معنى ذلك القانون ده كان اللي احنا خدناه في الحصه السابقه بتاع المرايا، هو نفس القانون اللي بندرسه اليوم. قال القانون الطلاب بين انواع العدسات، فاخدنا عدسه محدبه وعدسه مقعره، وكنا في عدسات بنسميها مستويه مقعره ومستويه محدبه وعدسات اسطوانيه وتصنع من مواد شفافه زي الزجاج او البدائل النقيه. اللدائن معناها البلاستيك او البلاستيك. انا حضرت الطلاب قانون العدسات باستخدام العلاقه. العلاقه دي ضمن اللي هي الافضل ان احنا نستخدمها بحساب ان في اللي هو الفاضل الفاضل بيساوي في ار في دي نوت على دي نوت زائد الحصن مجموع على الحصن مجموع. وهنا قلنا بعد الصوره في بعد الجسم على بعد الصوره زائد بعد الجسم. تحديد الدوره الحقيقيه واللي بتكون العدسه مين؟ المحدبه والمنسف. الموضوع برضه ما هو صعب باذن الله، بسيط خالص، بناخد جزيئات بسيطه. في الاول خالص يطلق على العدسه المحدبه بنسميها احيانا مجمعه او لامه. لامه معناها بتجمع الاشعه، احنا لو خدنا عدسه وحطيتها في مسار اشعه الشمس وحطيت منديل او ورقه تحتيها بعد شويه ترجع تحترق، لانها جمعت الاشعه عند نقطه بنسميها البؤره، كانوا بيستخدموها زمان في عمليات الاشتعال والاحتراق وكده. طيب دي بنسميها مجمعه لامه، بينما العدسه المقعره بيطلق عليها اما مشتته او مفرقه، يعني الاشعه بتسقط عليها تبدا تتشتت او تبعد، وبناخد امتدادات الاشعه التي تنكسر او تنفذ من العدسه بنسميها بؤره، هنا قطريه، انما البؤره هنا بنسميها بؤره حقيقيه. عموما معادله العدسه العدسه 1 على الف مقلوب البعد البؤري، 1 على دي دو اللي هو مقلوب بعد الجسم، 1 على دي زيرو مقلوب بعد الصوت. القانون ده صحيح وبيدي نتائج، انما يدي نتائج لما يكون معايا قلم، وفي اخر مرحله في القلم بتقلب الكسر لان هنا مقلوب البعد البؤري. انما لما نيجي ناخد اف بنساوي دي اي دي دوت على دي اي زائد دي دوت، القانون ده خدناه في العالم المرايا، هو نفس القانون. طب هنا لما نحب نجيب بعد الجسم قلنا بناخد البعد البؤري وبعد الصوره على بعد الصوره نفس البعد البؤري. طب لو هنا حبينا نجيب بعد الصوره والقوانين اللي درسناها قبل كده في المرايا، دي اي بتساوي اف في دي دوت على دي دوت ناقص اف ده دوت على اخر. الثلاث قوانين دول خدناهم، وفي التعامل معاهم خصوصا لما يكون مفيش اله اختبارات بدون اله حاسبه، يبقى بنستعمل القوانين دي ونتعود عليها. تعالى نعمل في قانون التكبير ام، والله نفس القانون خدناه بنفس المقدار، اتش اي على اتش دو طول الصوره على طول الجسم يساوي ناقص دي اي على دي بعد الصوره على بعد الجسم. هنا احيانا من العلاقه دي نجيب دي اي او نجيب دي او نجيب اتش اي واتش دو مباشره. بنلغي كلمة التجديد بنشيلها وبنضرب طرفين في وسطين، يبقى اتش اي دي دوت في دي دوت ناقص اتش اي دي اي. انا لو عايز اتش اي هنا اللي هي طول الصورة، ها بعد الصورة في طول الجسم على بعد الجسم، تقدر تديني هنا طول الصورة مباشرة. المعادلات دي مهمة جدا، يا ريت تشوف الفيديو في الضغطة اللي سجل تكتب عليها المعطيات بتاعتها، هتحل من معاك المسائل بسهوله جدا غير ما تطبق في القانون العام. اخذنا حالات التكبير قبل كده وقلنا عندي ثلاث حالات. لو كانت الصوره مساويه تماما للجسم او التكبير هيبقى مساوي، لو الصوره مساويه. طب لو اقل من واحد تبقى الصوره مصغره، طب لو اكبر من واحد تبقى مكبره. بالتلات حالات دول صار الحديث عنه بنفس الكيفيه في المرايا. يبقى هنا بنقول ان ام يساوي واحد يبقى الصوره مساويه، لما تكون باقل من واحد يبقى مصغره، اكبر من واحد مكبره. هنا بيقول الصوره الخياليه تكون في الجانب نفسه للجسم، يعني انا عندي
بتنفذ او تنكسر بس تاخد امتداداتها وتتكون الصوره التقديريه في نفس الجهه، عكس مين؟ المرايا. كانت الصوره التقديريه بتكون خلف المرايا، انما هنا هتكون امام العدسه في نفس الجهه التي فيها النسبة. طيب ولو الصوره حقيقيه تكون خلف العدسه، لان العدسه وسط شفافه والشعاع هينكسر وهينفذ من خلالها بس مكسور. هناخد برضه مسارات الاشعه اللي خدناها في المرايا ناخدها في العدسه. طيب يبقى هنا الصورة الحقيقية بنقول بتكون خلف العدسة، بينما الصورة المبدئية أو الخيالية أو الوهمية ثلاث ألفاظ دول واحد، دي بتتكون من امتدادات الأشعة المنكسرة، إنما هنا من الأشعة نفسها المنكسرة بتكون في نفس الجهة الثانية بالنسبة للإيش؟ العدسة. البؤرة الحقيقية للعدسة المحددة، لما أجي أتكلم عن العدسة المقعرة أقول البؤرة التقديرية. يبقى كلمة دورة حقيقية هتكون العدسة عدسة ايش؟ محددة. في خط مستقيم خدناه في العدسة كده بنسميه المستوى الأساسي. في نقطة نهار المفروض نسميها احنا خدنا هناك ابن اللي كنا بنسميها نقطة تتواصل سطح المراية بنسميها قطب المراية. هي بنسميها المركز البصري للعدسة. المركز البصري المركز البصري للعدسه، ودي نقطه تتوسط سطح العدسه سيانه اذا كانت العدسه محدده او مقعره، وده بنسميه مستوى الرئيس. الخط ده انا لما باجي اقسمه هنا بمسكه على ابتدائه، يعني حتى هنا بتكون المسافه 5 سم وكده 5 سم وهكذا. دي ايه في البعد الدور ممكن اقسم هو هنا، هنا مركز تكون هنا مركز تكون. ليه؟ اصل انا لو حطيت الجسم هنا ينفع يكون الصوره هنا، طب لو حطيته هنا هيكون الصوره هنا. الجهتين زي بعض. هنا أشعة تصل متوازية وموازية للمركز الرئيسي، بعد كده بتبدأ إيه؟ تنفذ أو تنكسر مرة بمين؟ بالدور. الدور هي حقيقية يمكن استقبالها على حق في العدسة المحددة. في سؤال هنا لما أجي أقول البعد بين المركز البصري للعدسة والبعد البؤري نسميه البعد البؤري. يبقى البعد البؤري هو المسافة بين المركز البصري للعدسة والبعد البؤري. طب في هنا هنلاقي سي او ار برضه زي المراية بنسميها ايه هنا؟ نصف قطر تكون اول مركز بالنسبة للعدسة دي، وهنا برضه بتبقى نفس البعد الاشهر، يعني نفس الكلام تقريبا بيكون اللي خدناه على المراية بيكون هو نفس الكلام بالنسبة للعدسة. يهمني في الجزئية دي الشباب خلال تكوين الصور، وان شاء الله القصة القادمة بنقول البؤرة الحقيقية بيقول لي نقطة تجمع الأشعة التي تسقط متوازية وموازية للمحور الرئيسي وتنكسر مرة بالمرة. إنما لو العدسة دي عدسة مقعرة مفرقة هنقول بؤرة تقديرية، وبتتكون نتيجة لامتدادات انكسارات الأشعة التي تنفذ، يعني الأشعة تنكسر مشتتة باخد امتدادات أو بتكون بؤرة هنا بتكون بؤرة تقديرية أو أمينة أو خيرية. طيب في العدسة المحددة يمكن تجميع أشعة الشمس عند الدوار ويؤدي لاحتراق الورقة وكده. أحيانا زمان كنا نجيب عدسة نحطها على اليد كده، خصوصا وقت الظهيرة لما كنا الأشعة عمودية كانت بتديك هنا زي لسعة على احتراق بالنسبة للجلد. ده دليل على إن العدسة المحددة بتجمع الأشعة الساقطة عليها زي أشعة الشمس. لو جينا نبص لدرس النهاردة يهمني في القوانين اللي هي قوانين العدسات، وهي نفس القوانين اللي احنا خدناها اللي هي 1 على اف بتساوي 1 على دي اي زائد 1 على دي دوت، او العلاقه بتاعت اف دي اي دي دوت على الحاصل جمعهم، او زائد دي دوت او دي اي وقانون التجميع. والبؤره الحقيقيه درسنا هو ده درس النهارده. ان شاء الله باذن الله الحصه القادمه هنبدا نتكلم عن حالات الصوره المتكونه في العدسه.